قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن الاستعدادات لأولمبياد باريس جاهزة، مضيفا بأن الشعب الصيني ظل يقدم دعما كبيرا للجنة الأولمبية الدولية ودورة الألعاب الأولمبية في باريس، ولعبت مجموعة الصين للإعلام دورا مهما في هذا الصدد، لا سيما في إنتاج إشارات عامة دولية بدقة 8K وتطبيق الذكاء الاصطناعي. وأعرب باخ عن أمنيته أن يتكلل بث مجموعة الصين للإعلام لدورة الألعاب الأولمبية بالنجاح الكامل، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية ستعمق التعاون الشامل مع مجموعة الصين للإعلام.